بونجور. شو مفقك بكير؟ ما في بالعادة. عندي أخبار حلوة. حلو، خبرينا بركي بنفرح. هو خبر واحد. يلا هاتي لشوف. أول شيء حليانة شوي كتير. شوي كتير؟ لا كتير كتير. ما أنت طول عملك حلوة، ما في شيء جديد. طيب جاهز؟ جاهز. لا لا عجل حبي. لك ألف مبروك. ألف مبروك. ألف ألف مبروك. عن جد عن جد؟ لك إيه عن جد عن جد. تيمو صغير. تيمو صغير. إيه لا بقى. لهلا بقى أنت لبستي؟ هلا بنتأخر. تيمو والله ما جعبالي روح. مالي في حفلات عياد ميلاد. لك حبيبتي عيب. المخلوقة دقت واتصلت فينا وقصدتنا وقالت ما لحدا غيرنا ببيروت، عيب نخزلها. معلش حبيبي خلص روح أنت. أنا أساساً وعدي لمار من مبارح، يعني إذا طلعت من البيت فرح روح لعنده. رجعنا لقصة لمار. تاين بليز ما بقى تحكي هيك عن لمار. أنت بتعرف قديش أنا قاتلت مشانك، حاربت العالم والدنيا بس لأني بحبك. ولمار هذا اللي عملته. بس شو بتعمل إذا طلع له واحد حقير غدر فيها وضلوا ملحقها لحتى يخرب لحياتها؟ بس هي ما لازم. نحنا هيك بتحركنا عاطفتنا والحب أعمى. خلاص مانك مضطرة تبرري لي، اعملي اللي بيريحك وتصرفي مثل ما بترتاحي. بس قومي البسي هلا، خليني وصلك قبل ما اروح. لا خلاص روح انت، انا بلبس على مهلي. اليوم بروح على مهلي. اساسا لمار لسه ما بتكون بالبيت، بكير كتير. صح شو العيد الميلاد المبكر؟ ماتيني تبع الأطفال يعني. شو بدي أعمل؟ قال لازم نجي بكير مشان نستنى وقت يفوت نعمل له مفاجأة متأثرة بالأفلام. شو حتاخد معك؟ بدي أخذ لهم ورد. شو بدي أخذ لهم؟ بتعرفي ما كان جاي على بالي روح، كنت حابب نقضي هالليلة سوا ونحتفل مع بعضنا البعض. عن جد؟ إيه والله. شرفك هالقد مبسوط. طاير من الفرح. لا تأخر لكم. ما رح أتأخر. رح أمرق أخدك ونطلع نتعشى سوا ونحتفل بهالمناسبة الرائعة. اسألي لي شو بحب ياكل. كيفك؟ الحمد لله. كيفك انت؟ فينا نحكي شوي جوا؟ اكيد تفضل. انا تاخرت وصار لازم امشي. خليك شوي، كل شيء بيتاجل. لا لا عندي شغل ضروري بالمكتب وعندي موعد مع المحامي كمان. بس بعد ما خلصت الخبريه. مين اللي قال هيك؟ انت حكيت بس اللي بدك تحكيه. فوا أنت مستمعة جيدة جداً، لأنه نادراً ما الواحد يلاقي مرة بتحب تسمع أكثر ما بتحب تحكي. بدي أسمعك مثل القصة. خلص نحكي. أنت اللي رح تحكي. أوكي. أكبر غلط تعمله المرأة هو الإلحاح، لأنه هيدا الشيء بيخنق الرجال. فما رح لحالك ولا رح اقول لك امتى رح ارجع اشوفك ولا رح اسالك اذا رح تجي تسهر معي اليوم. بس بدي اقول لك انه اذا عبالك تشوفني بتعرف وين. حاضر سيدتي. ما ناقصني انا كبنت المكنونه. احنا فاضيين الكلام ده. ياسمين ياسمين فوق. ياسمين ياسمين اطلب الاسعار. استنى بس شوي. لا في نبض الحمد لله. ياسمين ياسمين هي فاقت. هي الحمد لله. ياسمين انت كويسه؟ ياسمين
تركني يا حوزة، ما تتركني. حاضر. انتوا اطلعوا لبرا، اطلعوا لبرا. رجعوا طب للدكتور. انا منيح، ما بدي شيء. اطلعوا لبرا، ما بدي اشوف حدا. طب اهدي بس اهدي. بقول لك سيبوها بس دلوقتي شويه تهدى، تعالوا خليكم واقفين على الباب وسيبوا الباب مفتوح لو سمحتوا. يلا يلا. ياسمين في ايه يا ياسمين؟ طلعنا من الفيلا، طلعنا من البيت قبل ما يجي الجوع. انا ما بقلي حدا، ما بقلي حدا. ساعدني بليز بليز. الو، انتوا ما بتردش ليه؟ ايه اللي بيحصل عندك؟ ايه؟ حسام عندها في الاوضه؟ غيري هدومك وانا مستنيكي تحت. أنا طلب إجازة وأنا مستعدة أدفع لك دوبل. كل العالم يلي بتشوفي ممكن يساعدوك بهيدي المهمة أنا مستعدة أدفع له. وهلأ بقيتي لي قد المبلغ اللي بدك إياه. ميرا، الموضوع ما بده تفكير. هيدي الفرصة ما بتجيكي غير مرة واحدة. نصيحة مني وعا تضيعيها من إيدك. طيب وين العنوان؟ هلأ اليوم بيوصلك مساج بالعنوان. ايمتى الموعد؟ بكره. يا بنت المجنونه، بتقص شعرك؟ ده انت احسن حاجه فيكي شعرك. ماشي. ايه ده؟ ايه في ايه؟ حلو؟ انت مش شايفه ان الفستان قصير شويه؟ ده تاني. مرحبا. اهلا وسهلا. شو بالظاهر الحفلة كبيرة؟ بوجودك. تفضل تفضل تفضل. اهلا وسهلا. تسلمي. ميرسي جدا، تعبت نفسك. ولا تحت امرك. كل سنة وانتم سالمين. وانت سالم. ميرسي جدا. هي مايا فين؟ ما جاتش معك ليه؟ والله مايا حسيت حالها تعبانة شوي وموضوع الحفلة اجى فجأة. فخيرة بغيرة ان شاء الله. سلامتها الف سلامة. الله يخليكي. حسام فينه؟ حسام حيوصل دلوقتي حالا، بس اصلا عاملة له مفاجأة. هتفضل واقف كده؟ تفضل استريح. شكرا شكرا. يا هنا، انت مش هتبطلي حركاتك دي. ممكن تجهزي الشمع عشان حسام زمانه جاي؟